توفيق. دي من احسن الفقرات اللي افتكر اللي احنا عملناها في يعني من احلى الفقرات اللي احنا عملناها في بتكيو فعلا كابتن ربيع. وانتوا شرفتونا جدا جدا النهارده ده حقيقي. بس طبعا مش يعني لازم نستغل الفرصه وجود حضراتكم علشان خلاص جاءت اللحظه الحاسمه لحظه اعلان الجوائز. 5 موبايلات من اوبو دلوقتي هننزل من صفحة الفيسبوك الصفحة الرئيسية علشان نعلن اسمين من الفيسبوك 2 من تويتر و1 من انستجرام. عندنا دلوقتي من توقع نتيجة مباراة الأهلي وأنبي؟ من توقع النتيجة الصحيحة يا جماعة؟ كابتن ربيع احنا نطلب من حضرتك طلب في الأول، احنا حضرتك هتختار، هو هيمشي بسرعة وحضرتك هتقول ستوب على يعني اسم معين. هتقول ستوب واحنا هنشوف الاسم اللي هيطلع لنا ايه. ماشي حاضر. بشكل عشوائي جدا ده بيتم حاضر. دلوقتي على الهواء قدام حضراتكم. ماشي اتفضل. اتفضل يا كابتن. هشاور على الاسم مش كده؟ ولا اعمل ايه؟ خليك حضرتك هتقول ستوب او اقول الاسم. اقول لا قول له اقف وهو خلاص هيقف. اقف تمام تمام. في عمه جرجس. فين؟ فين يا جماعه؟ فوق عمو جرجس. اول واحد هو عمو جرجس. لا لا ده هو مش كاتب توقع، هو كاتب ما جاوبش. ما جاوبش. ما جاوبش. بس هو اكيد جاوب كده. تاني قول ستوب واختار اسم يا كابتن. طيب مفيش اسماء لحد دلوقتي جت، فين الاسماء؟ خليها تتحرك تاني يا جماعه. خليها تكون متوقع النتيجه بس صح 2-0. الاسماء تاني بس خليها تتحرك تاني يا احمد. ايوه اقف. محمد جمال. بس انزل 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 تحت بقى. محمد جمال محمد جمال اهو. لا 2-1 متوقع غلط. 2-1 للاهلي. حظ وحش. 2-1 غلط. خلاص يبقى ناخد ابو مالك اللي هو 2-0 ده متوقع 2-0. فين ابو مالك؟ لا ثواني. لا احنا خلينا اول نمشيها كده حضرتك تقول ستوب واحنا في ابو مالك. ايوه ابو مالك 2-0. ماشي ابو مالك. طب وبعدين حاطط صوره علي معلول يعني ف ابو مالك ده. خلاص انا اخترت ابو مالك. ابو مالك ايوه. عارف اختار ليه ابو مالك ولا مش عارفه ليه؟ عشان ابني اسمه مالك. عشان ايه يا عمر؟ ابني أيوة اسمه مالك. والله عشان كده. لا 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 هو اسمه مالك. مبروك عليك مبروك عليك. ربنا يخليك. اسمي كمان. طب يلا يا عمر. يلا يا عمر. انا طيب. بس استنى لما تتحرك. ماشي خلاص سريعا. ها يلا يا عمر. بس ستوب. محمود كامل ان شاء الله 2-0. ايوه بالظبط كده تمام. ماشي اهو. مبروك يا محمود. محمود ما تنسانيش بقى معاك في اي حاجه. هو تليفون هيديك ايه؟ هيديك السماعه. اي حاجه. طب نروح لتويتر برضو. توقعات على تويتر. هنختار 2 فايزين من على تويتر. نفس الطريقه كابتن ربيع برضو. ماشي اتفضل يا كابتن. حاضر. بسم الله بسم الله. طب الصوب بقى عشان نختار اسم لان خلاص. طب هريم الرعد. هريم الرعد. 2-0 للاهلي. تمام عشان برضو ننوع برضو بقى فيه. هريم صح. الرعد. تمام دي اول فائز من تويتر. تويتر. عندنا جايزه كمان من على تويتر. يلا فايز كمان على تويتر. طب جري اتفضل. يلا عمر. يلا سكرول سكرول كمان. يلا عمر. بس طب صب 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 انزل انزل تحت. بس بلال رجب ان شاء الله 2-0 للاهلي. أيه. بلال رجب. بلال رجب فوق. ايوه هو عامل الاجابه أيوة. فوقيها. هو كان بس بياكد علينا انه متوقع صح. وبعدين كمان متفائل ان شاء الله 2-0. طيب. فانا كده فاضل لنا فايز واحد من انستجرام. اتفضلوا. هنا يختار. نخلي كابتن ربيع برضه. كابتن ربيع اتفضل يا كابتن. ماشي احنا ما اخترناش خد بالك. طب ليه ما تختاروا انتوا؟ طيب الاخير ده عشان الشفافيه. عشان الشفافيه يا عمر. ستوب ستوب ستوب. لا ارجع شويه. ارجع حضرتك. ماشي كمان كمان. بس ابراهيم يسري صح. ابراهيم يسري. ابراهيم يسري 2-0 للاهلي. مبروك يا ابراهيم. ده من انستغرام. مبروك كده. الخمسه اللي احنا اعلنا عليهم دلوقتي واللي تم اختيارهم بطريقه عشوائيه وعلى الهواء مباشره قدام حضراتكم هم اللي فازوا معانا بخمس موبايلات اوبو مقدمه من قناه النادي الاهلي نتيجه توقع مباراه الاهلي وانبي امبارح يوم 9. الخمس اسماء اللي فازوا معانا ابراهيم وابو مالك وهريم وايه ومين ويسري في الانستجرام. مصطفى يسري تقريبا. محمود كامل تقريبا. وفي محمود. مبروك للفايزين ان شاء الله. ان شاء الله دي مش اول ولا اخر مسابقه عندنا في البيت الكبير.
انتوا شرفتونا ونورتونا كابتن ربيع. حضرتك نورتنا جدا جدا، شرفتنا. اشكر حضرتك عمر، كنت ضيف مميز يا عمر. ربنا يخليكي، انا اللي اتبسطت جدا بوجودي معاكي ومع الكابتن هاني القيمه الكبيره. شكرا. ان شاء الله تتكرر ان شاء الله.